كيف ما كتشوف احنا قدام دابا قدام هذا المعتصم اللي هاد الناس شهر وثلاث ايام او شهر واربع ايام دوزوا العيد هنا ما كاينش اللي التافت ليهم لا من المسؤولين لا رب العمل. هاد السيد رب العمل اليوم كنتفاجئوا بانه جاب الحاله سميتو الامن الخاص والامن الخاص مرفوق بالكلاب وكيهدد هاد الناس. هاد الناس اللي النساء كينعسوا وكينعس معاهم الامن الخاص، رجل الامن الخاص كينعس معاهم في نفس المحل. هل يعقل هذا؟ واش هاد الناس كيرضى هو هاد الباترون هاد المشغل يرضاه لبنته يرضاه لمراته يرضاه لاخته ان اخته تنعس وينعس معاه واحد براني من الامن الخاص بالكلب ديالو كيهددهم بالكلاب كيقطع عليهم الماء كيقطع عليهم الضوء كيقطع عليهم النعمه كيقطع عليهم الاكسجين. هاد المشغل هذا لو فيه ضره ديال الاسلام وديال التعاطف مع هاد العمال 30 عام 35 عام 20 عام فنوا مع عمرهم في الشركه. هذا هو الجزاء ديال العمال، هذا هو الجزاء اللي بنى بهم شركه، هذا هو الجزاء ديال هاد العمال اللي دوزوا سنين هما فنوا الشباب ديالهم. حنا كنطالبوا من هذا المنبر كنطالبوا السلطات المحليه تدخل باش توضع حد لهاد المهزله، لان هاد الناس حشومه، هاد مواطنين مغاربه، هادو ابناء الشعب، هادو مين باش كيكون المغرب. كيف كتشوفوا اليوم هاد العمال لازالوا مستمرين في المعتصم ديالهم يومنا هذا، ولحد الساعة ننتظر تدخل السلطات وعلى رأسها عامل إقليم مدينة الجديدة اللي كنحملوه المسؤولية كاملة مسيرته أنه السلطة العليا في الإقليم باش يتدخل لفض هذا النزاع، لأن هذا السيد كيبان لينا جبروت فوق القانون، لأن فوق القانون غير لأن ما يمكنش أن يجيو السيكيورتي وهذا الشيء راه بالأمر ديالو بأمر بالمشغل. أنا كنقولها وكنتحمل المسؤولية ديالي، المشغل هو اللي كيأمر الشاف ديال السيكيورتي ولي سيكيورتي باش يستفزوا العمال باش يهربوا من المعتصم، ولكن هيهات نحن صامدون وصامدات لن نرحلوش من هنا حتى ناخذوا الحق ديالنا. هذا المشغل طغى بزاف، هذا المشغل كيعتبر راسه فوق القانون، ما كيعتبرش حتى شي واحد، ما فيهش ذره الانسانيه. هذا المشغل الناس فرات مع عمرها هنا، الناس غامرت مع شحال من عام وبنات الشركه على كتافها ولحد الساعه كتقاضى الحد الادنى للاجر. وبالله عليكم من غيجي غيدير لهاد الناس تقليل ساعات العمل 50%؟ واحد كيجي 52000 ريال غيولي يشد 25000 ريال، عنده قصي طاع بنكي تديها ليه البنكه باش غيعيش؟ واش يشنق راسو؟ هذا عيب وهذا عار. وباش يقول لك حنا مامنين بالازمه، عارفين داكشي علاش عطينا 3 موداليتي، عطينا 3 ديال المقترحات، قلنا ليه فوت لينا هاد شهر 7 لان عندنا كاين عيد الاضحى والناس عندها التزامات اجتماعيه وهزه معها اوصار. بعجبوش الحال المقترح الثاني قلنا ليه نقصوا ساعه ولا ساعتين ديال العمل، والمقترح الثالث نقصوا نهار في الاسبوع بمعدل 4 ايام في الشهر، يعني نسبه 20%. من اللي كنمشيو كنجلسوا معاه في مندوبيه التشغيل كيقول لك انا 50% زعما ديروا اللي بغيتوا. درنا دار لقاء عند الباشا ولكن هذا السيد ما عرفش شنو راك براسو، لا يا التاريخ كيقول لي 5% هي اللي كنعرف، ما كيعقاش على هاد الناس، ما كيعقاش على هاد الناس رغم ان عطينا المقترحات وباش يعرفونا الناس اننا حنا كنتميزوا بواحد الحس وطني وكاننا كنامنوا بهذه الازمه ديال كوفيد اللي سلطوا الله على الامه الاسلاميه كامله وعلى العالم واللي الذي اربك جميع الحسابات، يعني اننا حنا واعيين بالازمه. هذاك الشيء علاش عطينا ديك الموداليتي، لان كاع الشركات هذيك الماده 585 اللي مشؤومه. ومن هذا المنبر انا كنطالبوا المشرع المغربي النواب البرلمانيين مجلس المستشارين يجيو تعديل هذيك الماده المشؤومه 185، خاص يكون اتفاق ماشي استشاره ولا الاخبار. هذا راه حي في حق الطبقه العماليه، هذا الشيء راه كيخدم الطبقه ديال الباترونه، الباترونه المتوغله المتوحشه اللي ما كتراعيش الظروف ديال العامل وما كتراعيش الظروف الاجتماعيه وكيهمها غير الارباح، كيهمها ما كدير في جيبها، ما كيهمهاش هاد الناس يموتوا بالجوع ولا حتى شي واحد. احنا كنعيشوا في بلد اللي هو بلد اسلامي ونناشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله نصره الله، لان باش يكون عنده علم بهذا الشيء وباش يتدخل لان السلطات اللي هنا معطى